هاي شنب. أنا مش شايفها. والله حلوة عليك. ارجع بس ارجع. لي تقريبا اسبوع شاري هذول الثنتين على اساس ان احنا نعمل حفلة انا وادم وامير يطلع. ولكن انا قلت لهم نعمل الحفلة اول ما يصير الشغلة الاولى. شو هي والشغلة الثانية ايه؟ العصافير شمالهم. كيف عرفت يا لئيم؟ بعضه؟ والله ما كيف عرفت؟ طب بعضه اسمعي الصوت بس عاد ايش؟ ما يطلعش واحدة منهم خربانة. هل عم اقول اصوات؟ جبت لهم هذا الثلج. خد اختار عشان اذا طلعت واحدة خربانة منهم امير خذها قبل ما تفتحها. يلا تعالوا ليتس جو. ليتس جو. تفرجيكو اللي هو مرت فيصل باضت الحمد لله. باضت؟ شوف بس بشويش ها. استغفر الله العظيم. خلاص خلاص خلاص. خلاص خلاص. جدع من وين جبته؟ من المطحنة؟ طبعا احنا بناكل هذا يا اخوان. اقسم لكم بالله بناكل هذا. اي اقسم لكم بالله بطحنوه وبناخده وبنعمل منه طحين ذرة. والولاد تعبوا من الكلام هذا حبيته ولكن ما فيش بديل. هي الموجود وهي حطيت للحمامة. هي الموجود وهي اللي بنقدر نجيبه لانه بظل الحصار وارتفاع الاسعار. بديش انكد عليكم اكثر من هيك. خلنا ننبسط مع الاولاد. منيح انه هم يعني نشنش شويه. طبعا في الايام الاخيره فاجئتكم كيف الاولاد كانوا تعبانين كثير 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 من اللي هو الاكل اللي احنا بناكله. فخليهم ينبسطوا شويه وينبسطوا وننبسط معاهم. بس بس ما ترشش على القفص. ترشش على القفص صح؟ ماشي بابا؟ فالحمد لله. خلنا نفتح شوية خلي النور يدخل خلي الولاد ينبسطوا. لا 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 تعملش هان تعملش هان يا بابا. تعال اعملوا هان اعملوا هان تعالوا هان اعملوا يلا. شو هذا؟ تعملش على السقف. اقولكو يلا تعالوا معي. هذه هي زينة رمضان بالنسبة لنا. وهي الولاد حينبسطوا هالقيت. ايوه 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 اعطيها 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 ابو عطية. خلوهم ينبسطوا يتجلوا. ايوه اعطيها اعطيها ولك مليتنا. غاد 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 في الشمس في الشمس. ايوه مليتنا. ايوه 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 اعطيها.
يا عيني. روحوا غادي، روحوا غادي. ايوه في الشمسيات انبسطوا انبسطوا. ايوه يا 3 2 1، انتوا اثنين يلا رشوا بعض. الجو في الجو في الجو. هلا يا ابو العبا يا السودة. ايوه 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 يا اختي كله راح غاد. طبعا هاي فيصل مرض فيصل هان، هاي الحمامة تبعتنا. شكرا. بس الدنيا صيام يعني احنا صايمين. شليت اعمل لاخوك دقن، اعمل له دقن يا عيني. هذه وردة صارت. تعال اقف بدي اعمل لك شنب ودقن. هاي شنب. تعال انا مش شايفك. والله حلوة عليك. ارجع بس ارجع يا ابو. اعملك شنب. لا تعمل ليش شنب. خلصت تبعت امير. والله زبط عليك اكتر يا ادم، عامل زي سانتا كلوز. خلصت تبعت اخوك. طبعا خلي الاولاد ينبسطوا ويفرحوا. رمضان ايش نسوي؟ رمضان فرحة، الفرحة فرحتين. طبعا هاي بعد ما خلص امير. طبعا يا اخوان الفيديو هذا كان شوية هيك فرح وانبساط، على اساس ان الاولاد ينبسطوا ويفرفشوا من اللي هو اللي كان فيهم عيانين. فشكرا لكل واحد دعالهم، وشكرا لكل واحد استجاب للفيديوهات. طبعا لو حابين تشوفوا الفيديو العلمي اللي فيه تكلمت فيه ايش بدك تسوي على اساس تخلي الطيور تبعتك تبيض، الفيتامينات والكالسيوم والاشياء هذه، ارجع يعني مشاهدة الفيديو على القناة الرئيسية يومية مزارع فلسطيني. حتلاقي فيديو مفصل انا حكون شارح فيه بما فيه الكفاية عن الطائر هذا والتزاوج تبعه، وضع البيض والى ذلك. وبس وبهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، قدرنا نوصلكم لفكرة صغيرة وبنفس الوقت نكون الاولاد انبسطوا. ليش تخبيت ورايا؟ بس قول ليش فيه؟ هات انا بحط له. تعال يا امير قفان. 1 2 وين بدك تحط؟ هيك يعني؟ صار شيطان. استنى قيم. صار شيطان يابا. خلاص هيك مبسوط؟ يا وبهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، قدرنا نوصلكم لفكره صغيره. حبايبي اطمرش عليكم يوم الابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا اخوان. سلام.